بعد شهرين من القتال العنيف، أعلنت وسائل الإعلام العبرية سحب لواء جولاني من قطاع غزة كما ذكرنا لحضراتكم. ونقلت كمان القناة 13 الإسرائيلية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، ده بعد أن تكبد هذا اللواء، لواء جولاني، خسائر كبيرة حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنود. ولكن وفقا للمحللين، تراجع لواء جولانيا ونتيجة لتكبده خسائر كبيرة بين عناصر أو عناصره القتالية العالية، عالية التدريب زي ما كنا بنتكلم حضراتكم، كفاءة عالية جدا. أيضا بيرجع لعدم قدرة دولة الاحتلال على خوض حروب طويلة. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. بعد شهرين على القتال العنيف، أعلنت وسائل إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي عن سحب لواء جولاني من قطاع غزة. وقد نقلت القناة 13 العبرية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، وذلك بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. قرار السحب جاء بعد أيام طويلة من القتال تكبدت فيه قوات اللواء المذكور خسائر كبيرة، حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنوده. جاءت هذه التطورات بعد أن اعترف جيش الاحتلال في 14 ديسمبر الجاري بأن ضابطاً يتولى قيادة كتيبة في لواء جولاني أصيب خلال انفجار وقع في قطاع غزة. وقال في بيان حينها إن قائد قاعدة التدريب في لواء جولاني المقدم شاعر بركاي أصيب بجروح متوسطة في جنوب القطاع، مضيفاً أن بركاي أصيب خلال الانفجار الذي أصيب فيه أيضاً 5 جنود آخرون بجروح وصفت بالخطيرة. جاء هذا التطور بعد يوم من إعلان جيش دولة الاحتلال مقتل 10 من جنوده وضباطه، 8 منهم من الكتيبة 12 في لواء جولاني. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق على مقتل جنود لواء جولاني خلال كمين في الشجاعية بأنه حادث صعب. ووفقاً للمحللين، فإن الإعلان عن سحب لواء جولاني بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 60 يوماً من الحرب جاء بعد تكبدها الكثير من الخسائر ما بين قتيل وجريح، على عكس ما يقال بوسائل الإعلام العبري بأنه تم إخراجها لإعادة تنظيم صفوفها ثم إعادتها مرة أخرى. كما أن هناك قوات أخرى يفكر الجيش الإسرائيلي في سحبها من غزة، على رأسها لواء جعفاتي، خاصة وأن جيش الاحتلال لجأ لكل ما لديه من سلاح وقوات في حربه على غزة التي يستهدف فيها القضاء التام على حركة حماس. كما يرجع سحب لواء جولاني من غزة أيضاً إلى أن هذا الجيش لم يعتد على حروب طويلة، وبالتالي فإن فترة بقائه لمدة 2 شهر في منطقة اشتباكات هي أمر مرهق جداً بالنسبة له. وبالعودة بالتاريخ إلى الوراء، يتبين أن الجيش الإسرائيلي لم يعتد الحروب الطويلة مثل من سحب في حرب لبنان عام 2006 مع حزب الله اللبناني. من هنا يتضح أنه جيش مرهق، وهو ما تدركه المقاومة الفلسطينية، وبأنه كلما طال أمد الحرب كان لجيش الاحتلال مشكلة في ذلك، لأن هذه الحروب الشعبية مرهقة لهم بشكل كبير مادياً وبشرياً، مثلما حدث مع مقاتلي لواء جولاني. ويعرف اللواء جولاني بأنه اللواء رقم 1 في إسرائيل، لأنه أول لواء انضم إلى جيش الاحتلال، وهو أحد ألوية ما يسمى النخبة، وتم تأسيسه في 22 فبراير عام 1948، عندما تم تقسيم لواء جعفاتي، وهو أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل.